السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من صالح جدا اللي حنتكلموا فيه على مشكل من مشكلات المجتمع الجزائري واللي مازال يتخبط فيها لحد الان الا وهو مشكل الكرام. لما طولش عليكم خلونا نروح نسقسوهم ونشوفوا كيف كانت اجوبتهم في هذا الموضوع. تابعوا معنا. كيف تشوف واقع الكراء هنا في الجزائر؟ في الجزائر العاصمة الكراء غالي. واحد عنده دخل ضعيف ولا ما ينجمش يكري. هذا لازم الدولة هي اللي تسكنه ولا تبني له لوجمون سوسيال ولا اللي تقوم به ولا باش يكري، ما من اللي يخدم ولا يخدم هو والمرأة نتاعو ديفيسيمون بور جوانت لي ديبو باش يكرو 2 ملايين في الشهر. شحال يخلصوا؟ لازم يخلص 10 ملايين ويبقى طول حياته كاري. هذا تولي تخدم على الكرا يا اخي. دوك انا نحب نتزوج نروح نكري نسكن وحدي ما لحقش يا اخي، ما لحقش نروح نكري بيت بيت وكوزينه كيفاش يا اخي؟ بالنسبه للكرا هنا الجزائر احسن ما نشوف انايا سي بافدو يكريها لو بواد السومه مسكين الشهر وما يعطيكش عليها، ما نكذبوش على روحنا، ويخلص باغ اكزومبل احنا يخلص 25 سي بو يكري لك 2 ملايين ويطلب دائما لافونس تاع عام. قال لي المسكين ما يعطيش كريمه، يعني يجيب شي كريمه. ايه افون سي موا ولا وي موا اللي قلق هو يقول لك اعطيني افونس كيما نقولوا وي موا خلصني ب 8 شهور ونكري لك، فاهم؟ انت دروك ما عندك واحد ما عندهاش او موا يقول نخلصك في شهر يقول لك لا كري لي 8 شهور ديها لي. ما غاديش تخلص كل شهر. واه ما تقعدش ما يقول لك، ما يقولوا يقول لك تخوني ولا تهرب لي ولا مش عارف تخلصني تاكلني بدراهمي ولا. وكابو بتلحق حتى الاستوديو يقول لك جملين الشهر. هذا استوديو بر يضرب افطر ويكون باربع دراري. نعطيك مليون كليلي، زوج ملايين تكليلي، ثلاثه تكليلي. سيدي كلي دار تحل الباب، باب تحلها خلاص الدار مليون و200 خصك الفرك وافونس عام وين راح نجي تدخل خلاص الدار مليون شهر ما يلحق لهاش. وين هو يخلص مليون و800؟ وين راح يلحق لها؟ وين يلحق يلبس؟ وين يلحق يداوي؟ وين يلحق يقري؟ ما يلحق له والو. الى الحق الى الحق يقول قرنطيطه ولا بيتزا او خلاص هو هرب. هو شهر يحب يسكن وحده ما يسكنش مع دارهم، يفيتي المشاكل العائليه، يحب يكري يروح عنده شغل الكرا يمصلو دمه. شغل هو يمصلو في دمه يا اخو. هو دوك يخلص 3 ملايين يخلص الكرا نقولو 2 ملايين مليون واش ديرلو؟ يخلص تريسيتي الما يصرف بها اذا عنده دراري ما يلحقش يا اخو. يا اخو كاين لي سيكتور دوك كيما هنا في اجي سونت ستوديو يقول لك ثلاثه ثلاثه ونص، تروح الباب الوادي يقول لك زوج مليون ونص نورمال زواولة شغل يحبوا الزوالي على حساب سيكتور يا اخو. والله شي شي يطلعوا في السومه كيما ديدوش هنا يقول لك ثلاثه ثلاثه ونص وما يكريلكش يا اخو. يقول لك كيره راه قليل بزاف وغالي بزاف، غالي قوي. التسعيره تاع التاليه تيبها 4 ملايين باش تكري، هذه هي قليله بزاف. واحد يحب يزوج ولا راك فاهم يبغي يكري ايامات ما يسيبش كيفه. باش تكري عند ان بارتيكولي، ان بارتيكولي دوك هذا اللي يكري صافي عنده دو تروا لوجمون، واحد يسكنوا ليه وثلاثه يبزنس بهم. فوالا حنا ماذا بينا كما قلت المواطن يكري عند الدوله، الدوله رابحه وهو يربح باسكو رخيص الكرا عند الدوله، ماشي كما عند ان بارتيكولي دي فوا بلوس البري نتاعو. الكرا غالي في بلادنا اخويا، ما نعرف دروك ابو الحمادي تلقاها 3 ملايين ان شاء الله 4 ملايين. واحد شهر شهر ما تكفيش 1800 واش دير له اخويا؟ ما دير له 1800 يكري ولا يوكل الدراري ولا حاصل الزوالية؟ حاصلين الزوالية في البلاد خويا. على حسب البيوت اف 3 3 ملايين ونص 4 ملايين، اف 2 ما بين 1800 حتى 2 ملايين و200 2 ملايين و500، مي سا ديبون لون دروا. دوك تروح تكري في الحاميس يقول لك 2 ملايين، تكري هنا في الجي سونت يقول لك 4 ملايين. دوك ولا لون دروا اللي تكري فيه على حساب دراهم. هذاك خلينا هذيك ليزافونس في كل حاجه، عامين الافونس ولا باش يطلع لي مبل نتاعو ولا بالكراجات نتاعو ولا. ومنين هيا دوك واحد مسكين سميكر منين يجيب عامين الافونس؟ منين يجيبهم؟ ما يعطيكش يجيبهم. يخدم طول حياته وما يديرهمش. كرا الاخر هذا كيما تصيبش كيما تصيبش، تصيب ستوديو يكري لك بثلاثه ولا ثلاثه ونص. فيه بيت وكوزينه ما عندك ما تدير فيه، هذه الحاجه الاولى حاجه غاليه. حاجه الدوزيام تعيش دائما في الخوف، دير في بالك ما مدير كونطرا سا ديبون بالك واحد يزيد عليك يجي يخرجك كيما يحب يخرجك يا خو. ملكو الكرا في الجزائر لهنا سورتو في الجي يا خو، الهلا يشوف مؤمن فيه يا خو. كرا شغل حوانت يا خو، انت
تروح تكري عليه يقول لك اعطيني افونس تاع عام. دوك نتايا دبر دراهم باش تعطي له تاع عام، هو اذا كان وليد الحرام يقول امانه هديه تكري عليها تاع عام، يجي كاري زايد عليك 500,000 في الشهر يخرجك ويكري له. شغل تجاره انت دوك تكري ما كاين حتى ورقه تقول ويدفع مليان كري عليه بزوج ملايين، يجي كاري بثلاث ملايين يحاوزك. لو خيسة كامل تلقى مزوج ملايين وطلع واقل حتى 5 ملايين. في واحد شهر ما يلحق لهاش. ما يلحق لهاش خويا العزيز يا خو، واش يوكل ولاده ولا يلبسهم ولا يشرب روحه ولا واش يدير؟ انا نشوفوها يا خو، عندنا جيران كارين يا حليل يا خو، اقسم بالله يا حليل يا خو، بولاده عباك ايماجينيها انت يا خو، بولادك كل عام ديبلاسي. كل عام وين وصديبو بالك انت تخدم هنا في حاسبه تروح تكري بيرتوتا، ما تجي تلحق من بيرتوتا الحاسبه تخسر خدمتك وزيد سكنه ما كاش، تكري افطر وافكار تروح تشحال يقول لك 4 ملايين واحد تكري لوكال، واحد تكري حانوت تبيع وتشري، انت تكري دار باش تكون 3 ملايين 3 ملايين كاين اللي يخلص 3 ملايين ضمان ضمان. مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا كان هذا هو موضوعنا للنهار اليوم، لاقتراحاتكم عليكم غير ترسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. لما بقى لي غير نقول لكم بقاو في البرنامج صالح جدا ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في موضوع جديد. سلام.